السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا باشمهندسين؟ لحد النهارده على الرغم من الفيديوهات اللي احنا شرحناها كلها دي في القناه، في ناس لحد دلوقتي ما تعرفش ايه فايده المقص في السلم، المقص ان احنا نعمل مقص من الحديد في السلالم. اولا هو مش في السلالم بس، احنا شرحنا قبل كده كل اي حاجه في حياتك ممكن تستخدم فيها المقص او تعمل فيها المقص. الفكرة كلها هي منطقة تداخل العزوم. لما يكون عندك منطقة ارسم العزوم عليها كمرة مايلة او كمرة مستقيمة او كمرتين مايلين، فانت بترسم العزوم عليها، فالعزوم بتتداخل في بعضها، يبقى لازم تعمل مقص في ايه؟ في المنطقة دي. تعالوا مثلا نشوف كده. انا عندي ادي كمرة اهي، وادي كمرة تاني اهي، هنمثلها مثلا بالسل. العزوم عليها بيبقى شكلها عامل ازاي يا باشمهندسين؟ تعالوا مثلا نرسم العزم الاولاني كده، ادي العزم الاولاني بيبقى شكله كده، تمام. تعالى نرسم العزم الثاني، العزم الثاني شكله بيبقى، نعمله مثلا باللون ده اهو. شايف يا باشمهندسين المنطقه دي منطقه تداخل عزوم، المنطقه العزم الاحمر دخل في العزم الازرق اهو. المنطقه دي بقى لازم حضرتك ايه تعمل هنا؟ الحديد ما يكونش مستمر. يعني ايه ما يكونش مستمر؟ يعني كده يا باشمهندسين، يعني ما ينفعش الحديد في الكاميرا بتاعتك يكون ماشي كده وبعدين يمشي كده. ليه بقى؟ لان انت اوريدي طالما فيه هنا، احنا لسه قايلين ان فيه هنا مومنت وفيه هنا مومنت، يبقى طالما فيه هنا مومنت يبقى فيه هنا قوة شد كده، وهنا فيه مومنت يبقى فيه هنا قوة شد كده، تمام. طالما فيه هنا قوة شد في الاتجاه ده وقوة شد في الاتجاه ده، يبقى في الاخر انت الجزء ده المحصلة بتاعته عايزة تطلع كده لبره. انت اي حاجة بتشدها في الدنيا من جنبين لازم تقول في النهاية الى خط مستقيم. يعني هي دلوقتي دي كده مش خط مستقيم، فانت بتشد من الناحية دي وبتشد من الناحية دي، لازم السيخ ده عايز يقول ان هو يبقى خط مستقيم، يعني يمشي كده. فبالتالي المشكلة بقى اللي تحصل في الحالة دي، المشكلة اللي تحصل في الحالة دي الكفر الخرساني اللي في المنطقة دي، ال 2.5 سنت او 3 سنت او 5 سنت، الكفر الخرساني اللي انت عامله هينطر لبره. معناها انه ينطر لبره معناها ان هي شروخ. يبقى في الحالة دي لازم اعمل مقص. نعمل المقص ازاي بقى؟ ان السيخ ده، السيخ ده يا باشمهندسين، ثانية واحدة، السيخ ده ما يكملش كده. امال اعملها ازاي؟ لا، تعملها ازاي بقى يا باشمهندس؟ السيخ ده هيمشي كده، تمام، وبعدين هيمشي كده طرف رباط، تمام. طب السيخ اللي جاي كده برضه هيمشي كده وبعدين يمشي كده طرف رباط. دي 60 الفاي ودي 60 الفاي، بحيث ان المنطقه دي في الاخر، المنطقه دي في الاخر تبقى منطقه مقص، بحيث ان لو حصل شد في الاتجاه ده وشد في الاتجاه ده، يبقى الشد ده بيحصل عليه على بند الخرسانة، على تماسك الخرسانة. دي كانت الفكرة كلها بوجه عام. والفكرة دي ما بتتلخص في السلالم بس يا باشمهندسين، لا، دي يعني اي قمرة مكسورة بيحصل فيها نفس الكلام ده، بشرط ان العزوم تتداخل مع بعضيها. طيب في قمرات بتبقى مكسورة بس العزوم ما بتتداخلش مع بعضيها، عندك حق. يعني مثلا لو القمرة شكلها يعني كده العكس اهي كده، فانت لو حضرتك رحت رسمت العزوم هنا هيبقى شكلها كده، ولو رحت رسمت العزوم هنا هيبقى شكلها كده، تمام. يبقى في الحالة دي العزوم هنا متباعدة عن بعضيها، العزوم متباعدة عن بعضيها، مش مستاهلة بقى ان انا اعمل ايه، مش مستاهلة ان انا اعمل مقص في الحتة دي، تمام. ده كان الموضوع باختصار، ويعني واكيد في القناة في فيديوهات كتير شرح الموضوع ده، ارجو الناس تطلع عليها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.